هذا مطار الملك عليا، واليوم نحاول نعيش فيه لمدة 24 ساعة. فأول شيء راح نسويه طبعا انه راح نبدأ التايمر لمدة 24 ساعة، وبدأ الوقت. بسم الله نروح. يلا يكون في تحديات. أول تحدي انه راح نعيش بدون فلوس، ثاني تحدي راح نعيش بدون أكل، وثالث تحدي انه نعيش لمدة 24 ساعة. بسم الله خشينا. زي ما تشوف احنا عند القادمون، فراح اسوي نفسي اني جاي ونشوف الجمهور. ما شاء الله شباب، ما شاء الله، هلا والله كل ما في الا انت بس نعبر. يا طال وحشني يا شيخ. يا حبيبي خمس ثواني ما ادري نكمل والله من خمس دقائق. طيب يا زي ما شفتوا قبل شويه لما كنا قاعدين نسوي انه احد استقبلنا الامن وهذول بيحكونا، فخلينا نزبن، لازم بسرعه نزبن. طيب اتوقع انه قفطوني وممنوع التصوير، قاعد يناديني، فخلينا نشوف. نسوي نفسي مجنون، خلينا نزبط الحبه. حسبته اسمه يا الحين تخبر الحم جبنا العيد، ما ادري هذا ممكن شويه، انا ابغى اجيب العيد. الحين لازم نطلع نروح مكان ثاني، في اكثر من خمس اماكن بالمطار، خمس بوابات، فلازم نروحها كلها. طلعنا الحين ورايحين نزبن بمكان ثاني، رايحين المسجد، رايحين نصلي، بعدين راح نطلع من المكان هذا، حنروح المكان اللي بعد. فيا رب ما يا رب نكمل التحدي. الحين زي ما تشوف في الكاميرا. وبعد ما صلينا وقعدنا في المسجد لوقت طويل، اتوقع انه الحين تركونا ولازم نروح المنطقة اللي بعدها. خشينا زي ما تشوف، خلصت الترتيش وخشينا، فاحنا الحين متخبيين، ما ادري ايش السالفه. فزي ما تشوف اللي هنا حقون الجوازات هذه الاشياء، نروح هناك. تمام، ما ادري ايش قاعد نسوي، بس اسمع حنجرب، حنروح اللي هناك. ما راح اقدر اشر وانا موطي صوتي متخبي، ابغى اروح اشوف ايش اسوي، ولازم بسرعه نهرب. ويلا يلا، لانه في ناس كانت طالعيني تقول ايش قاعد نسوي. جبنا العيد رسميه بس حنبقى بالمطار لمدة 24 ساعة، حنسويها. وبعد ما جبنا العيد جانا الأمن ووقفنا، وصار يسألنا أسئلة، إيش قاعدين تسوينا؟ ليش قاعد تصور؟ شكوا فينا لأنه جبنا العيد، وحاولنا نصرفها ونقول أشياء ما لها دخل، والحمد لله ضبطت معنا. كنا حنجيب العيد، وقفنا السكيورتي إيش قاعد بتسوي وما أدري إيش، وكذا جبنا العيد جواب، خين مشي. ورجعوا وقفونا ثاني مرة، وصار يسألون نفس الأسئلة اللي سألونا إياها، قال إذا ما راح تسافروا لازم تطلعوا من هذا المكان. جبنا العيد رسمياً، وقفنا نصرفها، وقفنا مع السكيورتي. يدرون ايش قاعد نسوي معنا. طيب عيال، جبنا ام العيد، الخطه نحاول نقعد بدون ما يشوفونا، الشنطه اللي موجوده مخفيه، ما اقدر اقول لكم ايش معانا. كنا ساهرين باقي مطولين والله. يا عيال زي ما تشوفون هناك مقعد الفي اي بي، حنحاول نخش بدون ما حد يجي يكلم احد يشوفنا، بس هي نفس الوجهه في ناس. يا لالي يا لالي طيب يا عيال انا صرت جوعان مره، فنبغى نروح ستاربكس ونسالهم اذا في اي شيء مجاني ولا اي حاجه. صرت بدي اسال، في شيء هون ببلاش؟ يعني ايش بتاكل ببلاش؟ ما في شيء. بعد ما قلونا انه ما في اكل مجاني، قررنا ندخل جوا ونستريح من التعب والجوع عشان نقدر نكمل 24 ساعة. رحنا اكثر من مكان، ما في فلوس، ما في اكل، احنا قاعدين نودع الملاعب، وراح ننطرد باي لحظة. نمنا مر من الوقت كثير، ما ادري كم مر، بس اتوقع انه راح ننسحب، انه والله صعب. ما قال. طيب يا ابو اسال شخص، هل يقدر يعيش في المطار ولا لا؟ خلينا نشوف معاه، نسوي معاه مقابله. How are you? السلام عليكم. I'm good. When you come to Jordan? I come to Jordan like 5 days ago. And you are leaving now? I'm leaving now, yeah. Oh, where are you from? I'm from Italy, Rome. Can you stay at the airport for 24 hours? No, I cannot leave. Okay, we are doing that right now. Yeah. Do you think we are gonna get to do it? I'm staying at the airport for 24 hours. 24 hours. 24 so. Hours. Do you think we are gonna do it? I think yes. Are you sure? I'm sure about this. كان تحدي من المتابعين انه اسوي صحبه او اصداقه بالمطار، سوينا صحبه مع جابرييل. انت فاهم شيء علي؟ What? Arab. I cannot speak Arab. ما فاهم ولا كلمه. I'm invited
ديما. ايوه اي في انفايتد ديما ان روما. عزمني على بيته بروما، قال لي اول ما تيجي روما كلمني عشان اروح عنده نسوي تحدي 24 ساعة. خشوا يا دان، خشوا دان. ايوه جميل، ثانك يو، ثانك يو فيري ماتش، ثانك يو. الحين ابغى اقول لكم شيء بالاسباني، ف وات دو يو وان تو سي؟ Lasciate un like a questo ragazzo, iscrivetevi perché è veramente il miglior youtuber di Giordania e dintorni. Io sento non ti sgal ترجموني بس طبعا نقول لكم اشياء حلوه. يعطيك العافيه. تقريبا مر 3 ساعات زي ما تشوفوا، والله قاعدين نضيع وقت، ما ادري ايش قاعدين نسوي. طيب يا عيال، احنا الحين في احد قاعد يلحقنا، خوينا جورج قرداحي. خلاص صباح طبعا هذا هو هذا هو الزبنة. فنبغى ندخل مكان ما ادري فين، اي مكان. تعال نروح. انا دخلت روح ثاني، فاتوقع انه دخلنا. ما ادري ليش كذا يا شباب، الحين هم ليش حاقدين علينا يا ولد؟ وبدانا نخطط ونحاول نلاقي فكره خرافيه نقدر نهرب منها من هذا المكان عشان نقدر نعيش اكثر وقت. ففكرنا وخططنا انا وعبد الكريم انه كيف راح نقدر نعيش. فبعد التخطيط هذا الكثير قررنا انه نغير مكاننا ونروح لبوابه ثانيه وندعي انه ما ننقفط عشان نقدر نكمل التحدي ال 24 ساعه. طيب طلعنا برا، نحن المطار بس انه برا، فهمتوا؟ عشان لا حد يصير شيء ولا شيء، حاولنا نطلع برا سريع السريع. راح نرجع ندخل وان شاء الله ما يشوفونا، مع انه في كاميرات في كل مكان في عسل. طيب يا عيال، احنا زبنا ثاني مره، ما ادري ايش قاعد يصير. اجوا المهم الحين حنروح مكان جديد. ندخل المكان اللي منه احد يدخله، بس هنسوي نفس المجانين. والله ليش كل شوي قاعدين يلحقونا؟ هربنا. صباح مين؟ انا؟ اهلا. طفي جوالك. طيب.